السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله راح أفرجكم طريقة من خلالها راح نقدر نرفع صوت الملفات مثل الـ MP3 والـ MP4 وغيرها من ملفات الأوديو اللي بتكون عندنا موجودة على الموبايل. طبعا إحنا هون ما بنحكي عن رفع نغمة الهاتف، يعني أثناء يعني لما يجينا اتصال أو غيرها، لا إحنا بنحكي عن ملفات الأوديو. طيب مباشرة خليني أفرجكم الطريقة وهي كمان يعني بسيطة. أول إشي لازم يكون عندنا برنامج أو تطبيق اسمه ايكولايزر. طبعا هذا التطبيق تقدر تجيبه او تحمله من متجر الجوجل بلاي، وكمان راح اضيف لكم الرابط الخاص في التطبيق داخل موقعنا ورابطه موجود معك في الوصف. بعد ما تفتح التطبيق مباشرة راح يطلع لك مجموعة الملفات الاوديو اللي موجودة عندك على الموبايل، بتختار اي واحدة فيهم علشان تشغلها على التطبيق. ومثل ما انتم سامعين يعني هذا هو الصوت الموجود عندنا على الموبايل، بس خليني ارفع الصوت عشان نتأكد انه الوضع كله يعني تمام. زي ما انت شايف خلينا ارفعه على الاخير. طبعا هيك احنا رافعين الصوت على الاخير، وطبعا راح تلاقي عندك مجموعة هذه الخيارات موجودة في المنتصف، راح ترفعها كلها وراح تشوف فرق واضح مثل ما انت سامع على الملف الاوديو او ملف الـ MP3 او الـ MP4 اللي انت مشغله. وكمان في عندنا خيار ثاني تحت اسمه اللي هو البوست، يعني لو دخلت عليه بامكانك كمان يعني تشغل هذا الخيار وكمان راح يعمل معك فرق في الصوت وجودة الصوت لما تكون مشغلها باستخدام التطبيق. بامكانك يعني تجرب التطبيق وتشوفه بنفسك. ونقطة ثانية اخواني، انه لما تبحث عن التطبيق في متجر الجوجل بلاي راح تلاقي منه اكيد نسختين، واحدة مجانية وواحدة مدفوعة. طبعا احنا الشرح تبعنا كله يعني هذا الفيديو كله عملناه على النسخة المجانية. طبعا عندك كمان مؤثرات ثانية تقدر تجربها كمان على التطبيق مثل المؤثرات الإضاءة أو الألوان اللي انت شايفينها. وطبعا يعني البرنامج يعني مهم للناس اللي بتحب تسمع صوت الـ MP3 والـ MP4 بصوت عالي على الموبايل. نشوفكم ان شاء الله تعالى شرح جديد في أمان الله.